وخلق الإنسان ضعيفا. فأين سر الضعف فيه؟ وما معنى هذه الآية؟ الإنسان أيها الأحبة مهما بلغ ومهما كان هو عبارة عن تركيب من شيئين: جسد الذي هو تراب، وروح التي هي المدركة المحركة. طبعا أي إنسان يعلم بداهة بأن الذي يسمع ويبصر ويرى ويتحرك ليس هذا الجسد، إنما الروح المدركة العاقلة التي تملك الطاقة. هذا الجسد هو عبارة ثوب، كهذا الثوب لا قيمة له أبدا، إنما جعله الله عز وجل من أجل أن تظهر آثار الروح من خلاله. أين سر الضعف؟ قال: ضعف الإنسان نابع من أنه في حالة صراع ما بين جسد ترابي ثقيل مادي كثيف ينزع به دائما إلى الأسفل، إلى الدونية، ينزع به إلى الأخلاق الردية، ينزع به هذا الجسد، ينزع بصاحبه إلى كل ما فيه دنو، إلى كل ما فيه انحدار، إلى كل ما فيه بطء. لأن طبيعة الجسد الالتصاق بأصله اللي هي طينة الأرض وما في الأرض، وروح، روح نزاعة إلى الأعلى تريد العودة لمصدرها، والروح هي من فيض الله سبحانه وتعالى، روح تريد أن تعود إلى الجنة وتحلق فيها، كما قال ابن القيم: فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم. روح تريدك أن تعلو وتسمو وتحلق وتطير، وجسد ينزع بك إلى الأسفل ويريدك ملتصق بالأرض بالشهوات بالملذات بالطين وثقلته. والإنسان في حالة صراع ما بين روحه وجسده، ما بين نفخة سماء تريد أن يرتقي إلى الأعلى، وما بين كمشة طين تريد أن ينزل إلى الأسفل، فهو في حالة صراع. لو ترك الإنسان لهذا الصراع ما بين روحه وجسده لهلك، لهلك أو جن وما استطاع أن يتحمل. فخلق الله عز وجل فيه خلقا جديدا أحدث عملية توازن، الذي هو العقل، الذي هو العقل. كل الناس يظنون بأن العقل هو في الرأس أي الدماغ، إنما آثار العقل تظهر من الرأس. أما أين مكان العقل؟ قال: القلب. المولى عز وجل قال: لهم قلوب لا يعقلون بها، لهم قلوب، ما قال لهم أدمغة. يقول الإمام الجيلاني رحمه الله، يقول: والعقل يسبح في بحار القلب يخرج من لآلئه ومن صدفاته. العقل، العقل يوازن، العقل يوازن ما بين مطالب الجسد وما بين مطالب الروح. المولى عز وجل جعل للعقل هيمنة على النفس. أنا بدي أياك أرتب لك، أرتب لك نفسك عشان تعرف من أنت حتى نفهم رمضان. العقل جعله الله سبحانه وتعالى له سلطان على النفس. ما هي النفس؟ النفس هي خلق من خلق الله شفاف لطيف، نتجت من التحام الروح بالجسد. لما التقت الروح مع الجسد، القوتين المتصارعتين، وحدة ظلامية وحدة نورانية، وحدة إلى الأعلى وحدة إلى الأسفل، من هذا التصادم، من هذا الالتصاق ما بين القوتين المختلفتين المتصارعتين، الروح والجسد، خرجت النفس، تولدت النفس. النفس المولى عز وجل يقول عنها: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح، بدها تزكية، إذن بدها شغل، بدها عمل. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. من المكلف؟ النفس. ليش؟ لأن لو كانت الروح هي المكلفة وأعطيت الخيار، الروح لو هي المكلفة والله أعطاها الخيار، ما اختارت إلا العلو، ما اختارت إلا الطاعة، فهي من خلق الملائكة، هي من عالم الملائكة، والملائكة معصومون. فلو كانت الروح هي المكلفة والله أعطاها الخيار الكامل، فورا حلقت بصاحبها إلى الجنة. ولو كان الجسد
هو المكلف وأعطي الخيار لولج بصاحبه النار مباشرة، لما اختار إلا الضلال وإلا الملذات والشهوات والمبيقات والملاهي الفانيات، يعني بده شيء اللذة العاجلة، الجسد يبحث عن اللذة العاجلة. تولدت النفس، أخذت شيء من الروح وشيء من الجسد، ففيها قابلية أن تتزكى والروح تمدها، وفيها قابلية أن تتردى والجسد يساعدها. جاء العقل، أعطي هيمنة على النفس، مشان كلما أرادت أن تسمع للجسد يقول العقل انتبهي فها هنا النار، انتبهي يا نفس ها هنا خطر، انتبهي يا نفس هذا طريق الشيطان، انتبهي انتبهي انتبهي. العقل هو هو مجرد عامل محرض، فإذا مالت إلى جانب الروح إلى كفة الروح يقول أحسنتي أحسنتي، ترقي ترقي، التصقي بعالم الأرواح. هذا هو الإنسان، هذا مصدر ضعفه أيها الأحبة. الله عز وجل الذي جعل هذا الإنسان مركب من هذا التركيب العجيب، جسد روح متصارعتين، قوتين متصارعتين، نفس تولدت من التصاق الروح بالجسد، عقل دوره الدليل، محذر منبه رقيب حسيب. إذن الإنسان ضعيف من هذه القوى المتصارعة.